بمساحتنا الخاصة اليوم زينب تبع الطفولة، رح نتحدث عن التوحد وعن مقاييس الأولية المستخدمة في العلاج، وعلى أي أساس بيتم التقييم، وهل هناك اختلاف يعني بيكون بين العلاج بكل نوع؟ هاي الأسئلة والتفاصيل رح تعرفنا عليها ضيفتنا المميزة ميسم حصرية، اختصاصي بصعوبات تعلم. نورتي صباحنا. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا ميسم. يعني بالبداية خلينا نحكي، نذكر بالتوحد، نحن حكينا بحلقات سابقة بس خلينا نذكر بمصطلح التوحد وأنواعه. طبعا نحن بنعرف انه التوحد مانو هو نوع معين، يعني صحيح. هلا كثير بيقولوا لي او كثير بيجيني من التشخيص او من المقاييس او من بعض التقارير احيانا انه الطفل مصاب بطيف توحد. هون خلينا نضوي على نقطه كثير مهمه. هو التوحد هو عباره عن اطياف، يعني اطياف بمعنى الوان او انواع، اطياف بمعنى انه انا ما في عندي نوع واحد ولا عندي لون واحد للتوحد. طبعا في عندنا الانواع اللي بتكون نمائيه، النمائيه بمعنى انه هي اصلا بتكون متلازمات، مثل متلازمه رقاد، مثل متلازمه سبيرجر، مثل متلازمه ريتريز، مثل متلازمه نوز بي دي دي. نحن من خلال بحوثنا بنلاحظ انه انواع التوحد هي الانواع اللي ممكن تصيب اناث، وانواع ممكن ان تصيب ذكور. فاذا بدنا نحكي عن محور انواع التوحد فهو محور كثير واسع، بس رح حاول انه نعطي لمحه. من الانواع اللي بتصيب الذكور هو التوحد الكلاسيكي، متلازمه سبيرجر، توحد تفككي، وايضا متلازمه رقاد. ولكن من الانواع التي تصيب الاناث عندنا متلازمه نوز بي دي دي ومتلازمه تريتريز. كثير مهم نعرف ليش متلازمه اللي بتصير الاناث، لان نحن بيكون عندنا استقلاب هرموني اسرع من الاستقلاب الهرموني اللي عند الذكر. نعم، يعني يمكن حكيتي هيك نقطة شوي مهمة والكل بيسأل عنها. ميسم أيضا خبرينا عن المقاييس الأولية المستخدمة، يعني غير هيدا المقاييس العامة اللي هيك معروفة أو بيعرفوها العامة، يعني مثلا الأهل بالبيت هالقصص، يمكن أنت بتفضي بتفاصيل علمية جدا، خلينا نحكي عن المقاييس العامة. تمام. هلا نحن في عنا شيء اسمه تقييم، هذا اللي عم بصير بينا في لغط بين شيء اسمه مقاييس وبين شيء اسمه تقييم. التقييم هو الملاحظات الأولية اللي ممكن نحن نلاحظها، مثل مثلا الطفل عنده حركات سلوكية متكررة، مثل انه الطفل مثلا عنده نمطية أكل، عنده نمطية جلوس، ما بيقدر يتأقلم مع المحيطين. ولكن نحن عطول حتى نحدد النوع نحن بحاجة نعمل مقاييس. في عنا مقياسين، هن المقياسين الأساسيين اللي نحن بنعتمد عليهم. مقياس كارز اللي هو بيعطينا بنسب قديش في عنا نسبة لكل سلوك ممكن يقوم فيه الطفل، سواء كان سلوك إيجابي أو كان سلوك سلبي. بالإضافة لمقياس السلوك التكيفي، السلوك التكيفي اللي هو أكثر شغلة ممكن يعاني منها الطفل هي المهارات الاجتماعية والمهارات النفسية. فهو بيقيس من جهة مهارات الطفل البيولوجية لما نحن بنشتغل معه كارز، ومن أيضا بنكون عم نقيس بنفس الوقت المهارات الاجتماعية والنفسية لما نحن بنشتغل معه سلوكي تكيفي. نعم أكيد. يعني كمان ميسم، يمكن كثير في من الأهالي عم يستغربوا بحالة أطفالهم، عم يلاقوا عندهم بعض الأعراض التوحد، مثل مثلا أنه عدم التواصل البصري أو حركات بالإيد مثلا بيعملوها، لكن ما عم يعرفوا النوع، لأنه ببين الطفل طبيعي أحيانا وذكي جدا، بس ما عم يعرفوا تحديد النوع. قد اليوم مهم فعلا يروحوا عند أخصائي حتى يحددوا نوع التوحد ليتم علاجه بسن مبكر؟ طبعا هو جدا مهم، والأهم منه نعرف أنه نحن في عنا بعض الاضطرابات اللي هي اضطرابات نقص الاكتساب الأول والثانوي، اللي هي بيكون الطفل عم ياخد بس نمطيات توحد، ولكن بيكون الطفل طبيعي، اللي نحن بنقول عنه اضطراب الشاشات واللي حكينا قبل فيه. نعم. ففي بعض الاضطرابات بتكون هي مانا توحد، وكثير من المهم انه نحن نعرف نوع التوحد، لان نحن اصلا الخطه العلاجيه سواء كانت خطه فرديه، سواء كانت خطه جماعيه، سواء كانت جلسات، هي كلها بدها ترجع لنوع التوحد. يعني كل نوع توحد في له خطة علاجية، في له أيضا نوع من الجلسات اللي ممكن يتبع مع هذا الطفل. نعم، ايضا خلينا نعرف يعني التوحد هو انواع عند كل شخص او كل طفل، خلينا نقول هو بيجي بشكل معين او ترتيب معين. هون هل بيختلف التعامل من طفل لطفل، ولا نحن بنعاملهم سواسيه على لو انواعهم المختلفه، يعني بنعاملهم مثل بعض؟
عطول بقول اهم شيء بالعلاج انه نحن عطول نآمن انه هذا الطفل طبيعي. تمام. يعني يكون اساس التعامل معه على الاساس انه في شيء ممكن يكون صح، هذا مسموح العمل عليه، وفي شيء ممكن يكون مو صحيح او خلينا نقول خاطئ. فنحن عطول لازم نتعامل مع هذا الطفل انه في شيء صح انت مسموح، وفي شيء ما انه مسموح، هذا ما لازم انت تعمله، او هي الحركه ما لازم تكررها الى اخره. كثير بلاقي بعض الاهالي او اغلب الاهالي انه لانه ابني عنده مشكله فهو مسموح له يعمل هذا الشيء. فنحن بدنا نكون كثير حذرين من هي القصه، لانه ابننا عنده مشكله انا بدي عامل الاساس الطبيعي، لانه انا مآمنه فيه انه هو بده يرجع طفل طبيعي، فأنا بدي أشتغل عليه كطفل طبيعي حتى يرجع للسلوكيات الطبيعية والاجتماعية. ولكن هل كخطط فردية في عنا خطط بتكون مختلفة؟ أكيد exactly في عنا خطط بتكون هي مختلفة بين الأنواع، لأن نحن في عنا شيء اسمه استجابة للسلوك، في عنا شيء اسمه تعديل سلوك، في شيء عنا اسمه ضبط سلوك. حسب كل نوع من أنواع التوحد نحن بنقدر منحدد الضبط اللي بده يكون موجود عنا. نعم. طب خبرينا اليوم في انواع خطيره من التوحد يعني بتصيب الاطفال، مو نوع بسيط يعني بيكون متطوره حالته؟ سؤال جدا بشكرك عليه، لانه نحن في عنا شيء اسمه مثل ما ذكرنا متلازمات. عنا نحن على طول بنشتغل كاختصاصيين على انواع توحد تعالج وبترجع اطفال طبيعيين مثل ما لاحظنا او مثل ما تم الاضاءه عليها، صاروا أطفال طبيعيين تماماً، راحوا مدرسة، عاشوا حياتهم طبيعية، حالياً هن بالجامعات. ولكن عنا أنواع من التوحد هي غير قابلة للعلاج، فنحن منروح على المنحة الثانية إنه هي قابلة للتدريب. شو يعني قابلة للتدريب؟ يعني هي قابلة إنه تقوم بحاجاتها الأساسية، تعبر عن احتياجاتها الأساسية، ولكن ممكن إنه تعيش حياة طبيعية 100%. طبعا عنا من هدول المتلازمات هي متلازمه وحده، لانه مترافقه مع تاخر عقلي، او خلينا نقول يعني متلازمه مع التخلف العقلي اللي هي متلازمه رقاد. اما ما تبقى من الحالات فهي جميعا هي قابله للعلاج، سواء اللي كانت تصيب الذكور او التي تصيب الاناث. ولكن بدنا نراعي قصه هون شوي بدنا نركز عليها، هو العمر. انه كل ما كان العلاج مبكر كل ما كانت الخطة العلاجية بتمشي عنا أسرع، كل ما اندمج الطفل مع أقرانه. لأنه أنا لما بدمج طفل عمره 12 سنة مع أطفال عمرهم 9 سنين، هذا الشيء بيكون كتير مختلف عن لما أنا بدمج طفل عمره 6 سنين مع أقرانه اللي عمرهم 6 سنين. يعني بتكون كخطة علاجية شوي أسرع. تمام. في أدوات معينة مستخدمة مع الأطفال يعني ممكن نشوفها بأطفال مرضى التوحد مختلفة عن الأدوات المستخدمة يلي فيهم يستخدموها لباقي الاضطرابات؟ فينا نقول أكيد هلأ نحن مثل ما بنعرف البطاقات الإيضاحية واللي كتير بدنا نضوي عليها هي النقطة كتير مختلفة. يعني خلينا نقول البطاقات اللي بتكون للأحرف للألوان للأشكال كأدوات توحد هي أبداً مانا مثل الأدوات اللي تستخدم لصعوبات التعلم أو تستخدم للأطفال الطبيعيين أو لأطفال نقص الاكتساب، لأن احنا في عنا شيء اسمه دمج مهارات، أو في عنا شيء اسمه قدرة عالية على التعميم بتكون عن طفل التوحد. فأنا كبطاقة إيضاحية ما بصير يكون مثلاً الحرف ملون، لأنه هو ممكن يعمم اللون على الشكل، وهو عنده ذاكرة ناسخة جداً قوية. هذا المعروف عن طفل التوحد، إذا بنذكر بحلقات سابقة استضفنا طفل كان عنده القدرة أنه يطالع من بين 100 مفتاح مفتاح الباب اللي هو بيشوفه بمجرد نسخ النظرة، أو ممكن ينسخ إذا بتتذكروا كل التحية لعبد الرحمن الأسعد طفل المميز، ممكن كان ينسخ مبنى كامل بالظل بالكسور إلى آخره بمجرد نظرة. فهن عندهم قدرة على النسخ، فلازم نحن نستخدمها بشكل إيجابي، وبنفس الوقت نعرف أنه هي إلى سلبيات، فلازم أنا انتبه من التعميم. فنعم الأدوات المستخدمة لأطفال التوحد هي أدوات مغايرة بشكل كامل، سواء كانت كبطاقات أو كأدوات حسية. بدنا نكون كتير حذرين، لأنه طفل التوحد ممكن يحط كل شيء بتمه. بدنا نكون حذرين بأنه مثلا حتى المعجون ما بده يكون معجون كيماوي، بده يكون عجين عاملينه على إيدنا وملونينه حتى نقدر نشتغل فيه. نعم. طيب خبرينا ميسم، هلا امتى بتظهر اعراض التوحد وممكن يلاحظوها الاهل عند الطفل؟
كونه حكينا عن الانواع فلازم كثير نركز انه كل نوع في له وقت معين لتظهر الاعراض. يعني مثلا توحد الكلاسيكي فينا نعتبر انه من عمر الثمان شهور للتسع شهور بيكون بلشت عنا الاعراض، مثل انه هو ما بيستجيب للصوت، ما بيستجيب للمداعبه، ممكن يتاخر شوي ليناغي. طفل توحد السبيرجر بيظهر بعد السنه، يعني بعد السنه بنحس انه الطفل بلش يفقد القدره على التواصل، بضل عم يتواصل اجتماعيا ما بيتواصل بصريا. طفل التوحد التفككي بين 3 سنين والاربع سنين، يعني كثير هذا السؤال بيجيني انه طفلي كان طبيعي لعمر 3 سنين او 4 سنين فجاه فقد مثلا التواصل اللفظي، التواصل الاجتماعي، التواصل اللغوي. فنحن بدنا نعرف انه كل نوع في له وقت لحتى يصير، ولكن خلينا نقول بنظره عامه أول مهارة ممكن ننتبه عليها عن طفل التوحد إنه ممكن تفقد أو ما أنا موجودة هي التواصل البصري. فخلينا كلنا نكون حذرين على طول إنه لما عم بحكي مع طفلي هو عم يتطلع فيني، لأنه ممكن تكون هي أول إشارة لأعراض التوحد بغض النظر عن أيمت يعني تم فقدان هي المهارة. حلو كتير. يعني هون أمام الأهل مسؤولية إنه الانتباه والتركيز على كل حركة يقوم فيها طفلهم، ويمكن عدم الإهمال هو عنصر كتير مهم إنه تصرف هيك لساته ما بيعرف أو ما عدم التدقيق. صحيح. يعني قد بيجوا عندكم حالات ممكن متأخرة بيقولوا إنه إذا اكتشفوها قبل بيكون سهل عليهم شوي، نحكي عن هذا الموضوع. نحن في عنا نقطتين على طول بنعاني منهم. أول نقطة اللي هي النكران، لا أنا طفلي ما في شيء، لا أنا طفلي لأنه مدلل، لا أنا طفلي لأنه ما شاف رفقاته. فهي النقطة أنا بقول في عنا علامات تواصل أساسية بتكون بالعمر المبكر، خلينا على طول نكون منتبهين لها. يعني الطفل حتى لو ما كان عم بيشوف أقرانه، فالمفروض لما أنا ناديله باسمه هو يرد علي ويستجيب لاسمه. فلما ما بيستجيب هي ما أنا مهارة، هي غريزة فطرية. صحيح. ممكن إنه يكتسبها الطفل. ايضا في عنا شغله ثانيه انا كثير بكون عم دقق عليها بالنسبه للاكتشاف بالاوقات المبكره، انه لما انا بقارن طفلي مع الاقران. نعم. يعني اوكي ممكن يتاخر الطفل باللغه، ولكن هل ممكن يتاخر بالاستجابه لحاجاته الاساسيه؟ هل ممكن يستعيض عن انه يقول بدي اشرب مي بانه هو يروح يجيب المي او هو ياخذني من ايدي؟ هل ممكن هذا الطفل انه هو يقول كل شيء بشكل غير موظف، ولكن لما اطلب منه يقول شو بده ما يقول؟ يعني احنا كثير بتجينا حالات ابني بغني اغاني طيور الجنه، اوه بغني اغاني طيور الجنه معناتها عنده نطق، طيب بيطلب منك انه بده مي بتقلي لا. معناتها نحن صار في عنا عجز بالتواصل، وعجز التواصل هو أول نقطة لازم كل حدا يركز عليها، وخاصة أنه لازم الأم تفرغ أوقات محددة للتواصل، سواء كان تواصل عن طريق حكاية، سواء كان تواصل عن طريق أنه أنا بدي أعرف ابني شو بده، رغباته، شو بيحب. نحن على طول هي الشغلات أحيانا بتكون ثانوية بسبب ضغط الحياة وروتين الحياة. صحيح. بس نحن ما بنعرف انه بعدين رح تصير ضغط ضرب اثنين، روتين ضرب اثنين اذا استمرينا على هي الحالة. 100%. نعم. يعني اليوم انت كمان ميسم بحكم خبرتك وتعاملك مع الاطفال، في حالات فيها ترجع طبيعية لاطفال التوحد حتى لو كان من متلازمات صعبة يعني؟ تماما طبعا. نحن في عنا انا على طول بذكر انه نحن السنة الماضية ذكرنا تقريبا من حدود 90 لا بين 50 و90 حالة رجعوا أطفال طبيعيين، تم التواصل مع مدرساتهم، مع مدارسهم، مع مدرباتهم، أهاليهم قالوا لنا إنه هن عاشوا بشكل كتير طبيعي. حتى في عنا أطفال كانوا جايين يعملوا خطة علاجية بسوريا وسافروا، عنا شيار بلبنان حاليا هو رجع طفل طبيعي، عملوا له اختبارات المدرسة وفات على مدرسة عم يحكي فيها لغتين. تمام. يعني هون بنقول انه الامل موجود ولازم الانسان ما ييأس، وخصوصي الاهالي اللي هيك عندهم شوي تجاه اطفالهم مثل ما بيقولوا ضعف، اكيد لانه في اغلى من الاولاد والاطفال. ميسم كثير بدنا نتشكر المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وايضا نتشكر هيك اللي خبرتينا عنه من خلال اليوم لقائنا، وان شاء الله يكون لنا هيك لقاءات ثانيه معك.
عطول صباحكم حلو بيبتي. وياسمين شكرا كثير لكم. شكرا لك يا ميسام، وهيك بدنا لك كمان ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك كمان. الله يبارك فيكم. شكرا. العرس ان شاء الله هيك ايامك الجاي بيضه يا رب. شكرا. يا رب الله يهنيك. شكرا.